مآسي قوارب الموتى تولدون أن تتضح لها نهاية. هذه المرة بشاطئ بوغانا بالناظور، قارب كان على متن 20 مهاجرا غير شرعيا غرق صباح هذا اليوم، ضاربا بأحلام المهاجرين الأفارقة في الوصول إلى الضفة الأخرى. وفي تفاصيل الحادثة، 6 غرق مجهول الهوية. الإشكالية اللي هي كبيرة كنعانيو منها في هذه المنطقة هذه بحكم الحدود ديال مدينة مليلية المحتلة. إلى مستشفى الحسن تم نقل جثامين الضحايا الستة، فيما تم تقديم علاجات الضرورية لـ8 آخرين تم إنقاذهم بعد تدخل فرق عناصر الوقاية المدنية. في 5:30 الصباح تلقينا هنا في المستشفى الحسني 8 ديال الأشخاص من جنوب الصحراء، جابوهم الوقاية المدنية، جابوهم بلينصار في ميناء بلينصار تقريبا في البحر. 8 الأشخاص اللي تلقاو الإسعافات لأن كانوا جاو كيعوموا طل الشط. هربا من الفقر والبطالة ببلدانهم، اختاروا ركوب الموت عبر قوارب صغيرة بحثا عن وطن جديد. هو واقع بات يتكرر مئات المرات بصور مختلفة، لكنه ينتهي في غالب الأحيان بنهاية واحدة، الموت الحتمي وسط الأمواج المتلاطمة.